سلام بنات ودراريكي بتالي لاباس عليكم وماكشي بخير، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. يبقى بنات غادي نشارك معكم الرغيفات معمرين بكريم باتيسري وطيبين في الفران، كيجيو البنات مورقين وكيجيو رائعين رائعين بزاف. كنتمنى تجربة مع افضل اسرتكم. تابعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، في القصرية غادي نحتاجو 3 ديال الكيسان ديال دقيق الفورس، وغادي نحتاجو نص كاس ديال الفينو. غادي نضيفو الراس المعلقة ديال سديدة، غادي نضيفو شويه ديال الملحه، غادي نضيفو كيس ديال الفاني. صافي هنا البنات هادو هما المكونات ديال الرغيفات ديالنا. غادي نضيفو دابا الماء يكون شويه دافي، وغادي نعجن العجينه ديال تي ديال الرغيفات. والعجينه البنات خاص ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه باش تنجح معكم وتورق معكم الرغيفات. البنات من بعد ملي عجنا العشاء تاع الرغيفات غادي ندهنوها بشويه ديال الزيت النباتيه، من بعد غادي نديرها في البلاستيك الغذائي، غادي نخليوها ترتاح لينا واحد المده ديال نص ساعه ونتلاقاو ان شاء الله. ملي البنات من بعد ملي يرتاحوا لي العجينه ديال تي ديال الرغيفات غادي ناخذوا داك اللاطا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت النباتيه، من بعد غادي نحيد الرغيفات ديالنا في البلاستيك الغذائي، وغادي نقطع الكويرات يكونوا شويه صغيورين. هنا البنات غادي ناخذ دابا الكره الاولى غادي نطلقها، وغادي تكون شويه رقيقه بزاف باش تنجح معكم وتكون مورقه لكم. البنات من بعد ملي ورقنا الرغيفه ديالنا غادي ناخذ واحد المعلقه ديال النشا، واحد المعلقه ديال الفينو، واحد نص ديال الكيس ديال الخميره ديال الحلوى باش تنجح معكم وتورق لكم من الداخل. وغادي نضيفوا ليه واحد الكميه ديال الزبده مذوبه. هنا البنات غادي نضيفوا دابا الكريم باتيسري، راه شاركت معكم شحال من خطره. صافي هنا البنات درت نص لتر ديال الحليب، 3 ديال المعالق ديال الكريم باتيسري، جوج المعالق ديال السكر سنيده، واحد الكيس ديال الفاني، وتحرك تاع قد ديال الخليط وخليته تبرد ليها تماما. هنا البنات غادي نديرو دابا في الوسط ديال تي ديال الرغيفات، من بعد غادي ندهنها بشويه ديال الزبده مذوبه وشويه ديك الخلطه ديال بنشا والفينو ونص ديال ساشي ديال الخميره. صافي هنا البنات غادي نطويو الرغيفات ديالنا على شكل مربعه، وغادي ندخل وحده في وحده تنكمل الكميه ديال تي ديال الرغيفات ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات من بعد ملي سرحت الكره الثانيه غادي ندهنها بشويه ديال الزبده، وغادي نرش ليها داك الخلطه ديال بين النشا والفينو. الرغيفه الاولى غادي نحطها في الوسط، وغادي نلف دابا الرغيفه ديالتنا كيما المسمل العاديه. ثم البنات في اللاطه دنتها بشويه ديال الزيت نباتيه. هنا البنات غادي نستمر دابا في الرغيفات ديالنا تنكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات كنا طويه وطويه غادي ندهنها بشويه ديال الزبده مذوبه وشويه ديال النشا والفينو. هنا البنات من بعد ملي كملنا الرغيفات ديالنا صافي هنا البنات غادي نكرسهم غير واحد شويه. هنا البنات غادي ندهنوا دابا الرغيفات ديالنا بالبيض وشويه ديال القطريط ديال الخل. هنا البنات راه الفران شعلت ليه من قبل من الفوق ومن التحت. هنا البنات غادي ندخلوا دابا اللاطه ديالنا الفران، غادي نخليوها واحد المده ديال 3 دقائق ولا 4 دقائق غير تشمع لينا الرغيفات ديالنا، وغادي نطويو على على الفوق، وغادي نخليوه غير النار تحت ديال الفران كنشوفوها تحمرات. الا خاصها شويه ديال الطياب من الفوق غادي نشعلو ليها من الفوق، الا ما خاصهاش الطياب نقدمها في الصحه والراحه ان شاء الله.
البنات من بعد ملي خرجنا اللاطه ديالتي ديال الرغيف هاد من الفران كيجيو البنات محمرين وكيجيو مورقين. صافي البنات غادي ندهنهم دابا بمربى ديال المشمش السائله وغادي نزينها بشويه ديال الكاوكاو محمر ومهرمش. البنات غادي نوري لكم وحده كتشوفوا البنات مغرقين كيجيو رائعين رائعين بزاف. ايوا البنات هما الشكل النهائي ديال الرغيفه ديالنا بالكريم باتيسري كيجيو البنات مغرقين وكيجيو رائعين رائعين بزاف. كنتمنى تجربوا مع افضل دوسه ديالكم. كنشكركم سوا البنات والدعايه كاين في قناتي. كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايكات اللي كتخليو ليا. كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله حتى الفيديو اخر. طول لي فريوسكم. يلا بالسلامه عليكم.